أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر تولي أهمية للتعاون مع السعودية في مجال التعدين، وخلال لقائه مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية المهندس خالد الفالح على هامش مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول، بحث الملا مع الفالح تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لصناعة البترول والغاز. كما بحث الملا مع الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتية الفرص الاستثمارية في صناعة البترول والغاز المصرية. على جانب آخر، عقد الملا سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات عدد من شركات البترول العالمية المشاركة في المؤتمر، منهم الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي البريطانية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية.